بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. جابت لكم حلويات بالتمر، يعني التمر ما شاء الله من الفواكه أو الحلويات المرغوبة اللي الكل يحبها، ويعني في أبسط حالاته التمر لذيذ. كيف عاد إذا طعمناه بالشوكولاتة وبالبسكوت المقرمش وبالمكسرات يطلع ألذ وألذ. إحنا كنا نعمل هالحلويات زمان أيام الضيافة، كانت والله مرة مرغوبة ومرة مطلوبة، ونعمل منها كميات بالرغم من بساطتها جدا جدا وسهولة عملها، والأهم منها بالمرة لذيذة تبارك الرحمن. نزلتها لكم الحين عشان تعملونها في رمضان، سهلة وحلو تغيير، يعني مع القهوة للإفطار أو ضيافة، لما حد يجي من العيلة ضيفونا مع القهوة أحلى ضيافة. ومقادير مرة بسيطة، شوكولاتة نوعين فاتحة وغامقة، كورن فليكس، هذا البسكوت الفونتين اللي ينباع رقائق، إذا مو موجود حطوا مكسرات بداله، الحين أشرح لكم. وهذا تمر معجون جاهز، أو أنتوا جيبوا تمر وعجنوه بإيدكم، عجنوه بدون زيت ولا سمنة ولا شيء. هذا الكورن فليكس، هذا لوز مقطع طويل، وهذا فستق أو فستق مقطع، وفانيلا. شايفين كيف سهلة؟ إذا ما حصلتوا هذا البسكوت الفونتين، حطوا شرايح لوز، فول سوداني محمص مكسر، كورن فليكس كمان فوق، يصير هو يعني للتزيين ويعطي قرمشة. فأنتوا الموجود حطوا. أول شيء نسيح الشوكولاتة، نحط نوعين الشوكولاتة الفاتحة والغامقة. ممكن تحطون الشوكولاتة الشيبس أو الشوكولاتة الألواح، نحطها على حمام ماء على درجة خفيفة، ما نبغى نار قوية، الشوكولاتة عدوها النار القوية، انتبهوا. عملوها طولوا بالكم، خلوها على جنب تسيح على مهلها. ما نحط لها الزيت الحين، نحط لها بعدين. نطحن الكورن فليكس مثل ما انتم شايفين، مو مرة بودرة. نحمر اللوز لما يحمر نشفه على نشاف. شايفين الشوكولاتة، نطول بالنا، تطول هي شوية. لما تبتدي تصير لينة نحط لها الزيت. وما نكثر زيت، الزيت يخليها بعدين لينة، احنا ما نبغاها لينة. وما ينفع زبدة للشوكولاتة وما ينفع سمنة، لازم زيت. ما أعرف كذا علمونا. هذا الزيت الحين حطيناه، وبرضو النار تكون هادئة، معليش تطول لما تسيح، لكن ما تخرب بعدين. على نار هادئة، نقلب فيها كل شوية وروحي حسيح لحالها. مو ضروري نوقف على طول، كل مدة نروح نجي عليها، حنلاقيها سايحة لين نسوي الأشياء الثانية. أنا خلطت نوعين شوكولاتة فاتح وغامق عشان يعطينا طعم حلو. الحين عندي هذا القوالب مربعة وهذا البيضاوي اللي فيه حفرة. آخذ نص ملعقة صغيرة أعبي فيها، نص ملعقة صغيرة يدوب يغطي الربع. مثل ما أنتم شايفين. بس ننزلوه ونخليه يعني يغطي القاع. والمربع نفس الشيء، نحط شوية وبالفرشة نمدده على الجوانب، يعني ما نخليه يطلع فوق، بس هو على القاع مثل ما أنتم شايفين. عملية مرة سهلة وبسيطة جدا وفي دقايق. الحين نعجن التمرة، هذا عندي التمرة جاهزة. أنتم إذا عندكم تمرة في البيت اعجنوها بإيدكم ما في مشكلة. نحط الفانيلا، نحط اللوز المقلي، ونحط الفستق. ما نحط لها أي مادة دهنية، هذا الكورن فليكس اللي طحناه، لأنه المكسرات يعني فيها دهون تكفي، وإحنا نبغاها تكون يابسة شوية، ما نبغاها تكون رخوة التمرة الحلاوة هذه. ولسه حنحط لها شوكولاتة سايحة، فيعني يكفي، ولا موية سائلة، ما نبغاها تكون لينة، نبغاها تكون قاسية. نعجنها تمام بحيث أنها تتوزع عليها كل هالأشياء بالتساوي، اللوز محمص، المحمر، والفانيلا، كله يتوزع بالتساوي. الكورن فليكس شايفين كيف صار قوامها يابس، زدتها كل شوي يزيدونها، عشان كذا أنا ما أعرف بالضبط الكورن فليكس كم، يمكن تحتاجون شوية أكثر. الحين شايفين الشوكولاتة اللي بقت عندي حوالي نص كوب، أحط هذا الخليط فوقها، خليط التمر، وأخليها تتشرب من هذه الشوكولاتة. إحنا شلنا منها حطيناها في قاع القوالب، اللي يبقى في الصينية حوالي نص كوب نعجن فيه التمرة مع المكسرات مع الكورن فليكس.
يعطي طعم رائع، وبعدين مو بس طعم، يعطينا قوام متماسك للحلى. يعني هذا يصير الحلى من الشوكولات بصراحة الراقية جدا. وشايفين ما في أسهل من كذا وسريعة، يعني حتى تقدرون تعملون نص الكمية يكفي. ما شاء الله مبروك، احنا عملنا صواني كثيرة. الحين هذه حطيناها شوكولاتة في الثلاجة شوية تتماسك، مو تجمد، شوية تتماسك. بعدين ناخذ قطع من التمر ونلبس القوالب فوق الشوكولاتة، بعدين نحطها في الثلاجة يتماسكون مع بعض. الشوكولاتة مو ضروري تكون مرة جامدة، بس يعني شوية متماسكة عشان تلصق مع التمر. شايفين يكون على قد القالب، أي نوع قالب عندكم، أي موديل، أي شكل اللي تحبون. الحين ما شاء الله السوق مليان أشكال، مليان. زي كذا شايفين كيف قوامها قاسي، شوي مو لين، يعني حتى لما تاكلونها تصير مرة حلوة. أصلاً ما حد يعرف إنها تمر، متشربة بالشوكولاتة، متشربة بالفانيلا والمكسرات. والمربع نفس الشيء، نحط بعد نفس الشيء فيه، ما يعبي، نخلي مسافة يعني ثلث فاضي، عشان حنحط فوق. وبعدين أول شيء حنحط مادة لاصقة، أنا حطيت عندي مربى تمر، انتوا ايش عندكم حطوا، عندكم دبس حطوا، احنا نبغى مادة لاصقة. هذا هي مربى التمر، عندكم مربى عادية، مربى مشمش، نوتيلا. مع النوتيلا ترى تطلع رائعة اذا حطيتوا نوتيلا وحطيتوا هذا البسكوت، عسل، اللي عندكم. المهم احنا نبغى مادة لاصقة للبسكوت. هذا هو البسكوت ينباع، انا جبته من ملتقى الخبازين ينباع، وفي محلات الحين كل محلات اللي تبيع الحلويات تبيعه. ولو ما عندكم هالبسكوت، شرايح لوز، فستق، فول سوداني محمص مكسر، يعني هو للتزيين وللقرمشة. ممكن حتى كورن فليكس، بس هذا البسكوت فيه شوية حلاوة ويقعد مدة طويلة مقرمش، يعني ما يصير لين. يعني ما أقول لكم حطوا بسكوت شاي، لا، هذا هو أحسن شيء. بعدين نكمل نلبس كل البسكوت، شايفين مثل ما انتم شايفين. اول شيء نحط المادة اللاصقة ونحط البسكوت، نلمه كله للوسط، نحطهم في الثلاجة على الاقل ساعة ساعتين، اكيد لو قبل يوم طبعا احسن. وبعدين تطلعونه شوية لحرارة الغرفة، يعني مو مرة يسيح، ويتقدم مع القهوة ومع الشاي، احلى تحلية. ولا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، كل يوم تعالوا، استناكم ان شاء الله. ألف عافية.